الاخبار يعني كان ما فيش وقت. طيب ماشي سيبها للراجل يا اخي. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا ممدوح. طبعا الاتحاد السكندري يفوز على انبي وديا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي اقيمت مساء امس باستاد الاسكندرية. احرز الاهداف بازوكا وخالد قمر، ويمكن حضر هذه المباراة جماهير كثيرة وكبيرة وغفيرة، يمكن بشكل رسمي لكنها مباراة رسمية في استاد الاسكندرية. وبذل الاستاذ محمد مسلحي والاستاذ جاسر منير مجهود كبير جدا لادخال هذه الجماهير المدرجات لتشجيع نادي الاتحاد السكندري لفريقهم الاول وتحفيزهم في المباراة. وعقب المباراة طبعا الكابتن محمد عمر اكد ان كان هدفنا من هذه المباراة الاخيرة قبل انطلاق المسابقة ومواجهة المقاولين العرب ان التجانس بين اللاعبين ووضع تشكيلة مناسبة للخوض لمباراة الدوري واولها مباراة المقاولين العرب. مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري صرف كل المستحقات المالية للاعبين قبل انطلاق مسابقة الدوري العام، المستحقات القديمة وال 25% مقدم التعاقدات. مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية لزيادة عدد الجماهير من 5000 إلى 7000 مشجع في مباراة الترجي التونسي في البطولة العربية التي ستقام يوم 8 أغسطس القادم. نادي الاتحاد السكندري أيضا طرح بطاقة المشجع عبر الموقع الإلكتروني للموقع الرسمي للنادي لمباراة الدوري العام وأيضا حضور مباراة الترجي في البطولة العربية. أخيرا من أخبار نادي الاتحاد السكندري، السفير البريطاني جون كاتن في زيارة لنادي الاتحاد السكندري بفرعه الجديد غدا أو يعتبر الثلاثاء ظهرا. أنت عارف يا أستاذ عبد الناصر السفير البريطاني جون كاتن ده راجل بيشجع نادي الاتحاد السكندري وكان قضى أغلب وقته في الإسكندرية وارتبط ارتباط شديد بنادي الاتحاد السكندري. سريعا لاخبار سموحه، فشلت المفاوضات مع طنطا لضم الحارس اسلام طارق لمغالاه ناديه في المقابل المالي، حيث طلب نادي طنطا 10 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن اللاعب. ولذلك تقدم نادي سموحه بعرض رسمي الى النادي المصري البورسعيدي لحصول على الخدمات لمحمود السيد حارس المرمى، ومحمود السيد يبدي رغبته في الانضمام لنادي سموحة في ظل اعتماد الكابتن حسام حسن على الحارس احمد مسعود وتألقه وتضاءل فرصة محمود السيد في المشاركة. اتحاد الكرة يرسل خطابا لنادي سموحة يخبره بعدم مشاركة اللاعب خليل نمار المنضم حديثا الى نادي سموحة حتى يقوم بسداد مبلغ حق الرعاية لنادي الزمالك، وسموحة يرفض ويتمسك بان اللاعب منضم على سبيل الاعارة من النادي البرتغالي لمدة موسمين، ومن حق نادي سموحة ان يقوم بشرائه بعد الموسم الاول بمبلغ 75,000 دولار، اي انه قادم من البرتغال وليس قادما من نادي الزمالك. الكابتن علي ماهر طبعا سعيد بمستوى الصفقات الجديدة ويصف نادي سموحة بالمنظومة الاوروبية. والمهندس محمد فرج عامر اليوم زار معسكر الفريق في 6 اكتوبر واشاد بالدور اللي بيقوم به الكابتن علي ماهر المدير الفني والكابتن عاطف حنك مدير الكرة. واخيرا مباراة سيراميكا كليوباترا بعد غد الخميس هي المواجهة الاخيرة لنادي سموحة في الوديات قبل لقاء المقصة في ملعب المقاولين العرب، اولى مباراة سموحة في الدوري الممتاز. شكرا جزيلا استاذ ممدوح الكواليني على هذا